لو تأملت الحج لوجدت فيه سر عجيب بينك وبين الله جل جلاله، إخلاص العمل، الإخلاص هو السر، الإخلاص هو عمل لا يظهر لا يرى لا بالمجهر ولا بالعين المجردة، هو يسكن القلوب فتحدث أمور غريبة. إذا سكن الإخلاص إلى قلبك تأكد أن الله سيعطيك من الهدايا والمنن والأمور التي لا تخطر على البال. أصلح ما بينك وبين الله. لماذا تحج؟ سأذهب إلى الحج، سأدفع هذا المال، سأخطو هذه الخطوات، سأطوف حول البيت وأرمي الجمرات، كل ذلك لأجل أن أتقرب إلى الله عز وجل، أريد أن أصل إلى جناته ورضوانه، أريد أن أعمل ما يرضيه، أنا أحبه فلهذا أذهب إلى بيته. هذه المعاني يجد الناس لها آثار عظيمة في الحج، لأن بعض الناس يغفل عن قلبه في الحج، الحج حج الأبدان، هذا كثير الناس يعني ما شاء الله عليه ببدنه قد حج، يعني يذهب مع الناس ويذهب ويأتي ويمارس العبادات، أما إن سألت عن قلبه فالقلب لم يحج. إذا كان هناك حج الأبدان فأعظم من حج الأبدان حج القلوب إلى الله عز وجل. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ملايين من جميع اللغات ومن جميع الدول يودون عمل واحد، يعبدون رب واحد، يلبسون لباس واحد، تلبيتهم واحدة، أعمالهم واحدة، ما أحد يذهب إلى عرفة قبل الثاني، عرفة يوم 9 خلاص، الجمرات يوم 10، مزدلفة يوم 8 يوم 9، يجرون على أعمال معينة، يجرون يمشون، هذا من أمريكا وهذا من فلسطين وهذا من شرق آسيا وهذا من الجنوب وهذا من الشمال. من الذي جمع هذه الأمة؟ الذي جمعهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي جاء بهذا الدين أوحاه الله إليه، فاتبعه فئام من الناس من كل بلاد العالم. حتى تعلم بارك الله فيك أن المؤمن أخو المؤمن، لا فرق بين عربي والعجمي إلا بالتقوى. جوال الخير.